بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم بنحل من كتاب ترافيك انجينيرينج الشابتر الثاني السؤال الثالث. طبعا السؤال شو يقول؟ يقول أهر a car hits a tree and estimated speed comes 25 ميل في الساعة on a 3% upgrade. طبعا بارتفاع الطريق مرتفع بمقدار كم؟ 3%، ارتفاع بسيط. لكن على كل حاجة، if a skid marks كان 120 feet are observed on dry pavement، حطاك اللي هو الاف حقتها معامل احتكاك 0.35 followed by اللي هو 250 فيت، وعطاك الاف 0.25 للسطح الجديد اللي هو عبارة عن grass stabilized shoulder، estimate the initial speed of the vehicle just before the pavement skid begin. يا سلام، واضح ان الرجال مستعجل كان بيلحق على الفطور، فعشان كده درع الشباب بسرعة لين يعني وصل لمرحلة يعني خطيرة جدا، فلعله ضغط بريك وطلع من مزفلة للردمية وصدم له في الشجرة. طبعا قد صارت لي سالفة زي كذا، انا صدق كنت جايك ماغط وبي المخرج وخذيت يمين شوي ودخلت في الجراس تبلايز زي كذا تقريبا، وشلت لي معي مو بشجرة شجرتين ويلا وقفت. الله يكفينا وياكم الشر. فلذلك الواحد لا يستعجل على الفطور، يعني الفطور ما نحقن عليه. على كل نشوف كيف الحل. عندك الفي اف كم؟ 25، وعندك الجي 300 اب معناته تطلع بوزيتيف. عندك حالتين، مره كان ابو شباب ماغط في البيفمنت وزحلق على الجرس، يعني دخل في الجزيره او دخل في الكتف اليمين كان فيه عباره عن جرس. طبعا حنا نبي نحلها عكسيا، طبعا هو كذا جاي كان بيفمنت حول جرس، حنا لا بنحل عكسيا. ليش؟ المعطيات متوفره عندي بالعكس، فهو يبي كم يمشي في الانيشال هنا، هذه كم يبيها، فعشان اوجدها بامشي بالعكس. طبعا لو تلاحظ بين فترتين السرعة مشتركة بينهم، السرعة هذه مرة تصير initial للجهة هذه ومرة تصير final للجهة هذه، السرعة المشتركة اللي هنا بينهم. نجي الآن للحل. أول شيء ناخذ حالة أن يوم الشباب كان في الجرس، نبدأ نحسب له الDB. الDB هو breaking distance، طبعا أعطاك breaking distance في حالة الجرس اللي هو كم؟ 250 feet. فهذا القانون العام، ال V final معطالي المو معطالي؟ معطالي، هذا هو 25 اللي هو هذا. ال VI هذا اللي أبيها اللي عبارة عن هذه السرعة، وال 30 هذا ثابت، وال F معطيك إياه، وال G كم معطيك إياه. تعويض مباشر يعطيك ال VI. طيب خلاص طلعت ال V، أيضا أرجع نفس السيستم نفس القانون، لكن لاحظ ان الدي بي هالمرة انت في البيمنت وبتاخذ حقة البيمنت، فاعطاك 120 يساوي قانون هذا، تعويض مباشر جدا ما في اي فكرة، يعطيك الفي اللي هو يبيه اللي عبارة عن 64 ميل تقريبا في الساعة. طبعا هذا هو الحل، بس اللهم انه اعطاك عبارة عن حالتين، قالك تدخل من البيمنت الى الجراس، يعني من الرصف الاسفلتي الى الاعشاب من الاعشاب وهالكلام، فاحسب فقط لا اقل ولا اكثر. والفكره ايضا هي عباره عن بالفي هذه، انها مره تصير معك في الانيشال ومره تصير معك كفاينل، لكن على حسب السيتويشن اللي تتعامل معه، فذلك خليك مركز ومنتبه لا يلعب عليك. على كل حال هذا هو الحل، سهل بسيط مثل ما انتم شايفين. اتمنى ان شاء الله كان واضح. هذا صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.